مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن تطبيق الفيسبوك وتحديدا عن طريقة استرجاع حساب الفيسبوك بعد نسيان البريد الإلكتروني وكلمة السر. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب من كل شخص يدخل على هذا الفيديو ما مشترك رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لايك في البداية، بعض الأحيان ينحذف الفيسبوك لسبب من الأسباب، لكن أنت ناسي كلمة السر والبريد الإلكتروني طبعا أو رقم الهاتف، فأنت تقدر توصل إلى هذه المعلومات عن طريق متصفح جوجل كروم أو عن طريق كلمات السر بالنسبة للآيفون. فإذا ما وصلت لأي شيء راح تدخلون على هذا الرابط، هذا الرابط طبعا من متصفح جوجل وتابع إلى شركة فيسبوك. والآن راح أعلمكم من داخل التطبيق. في حالة أن نحذف الفيسبوك شلون راح ترجعه بدون كلمات السر؟ راح تدخل على متصفح جوجل، وهذا الرابط طبعا تابع هيلب سنتر فيسبوك. راح تدخل على هيلب سنتر هنا، هذا راح يكون بصندوق الوصف، راح يأخذك إلى هذه الصفحة. راح تدخل على هذا الخيار المفتاح، وهنا راح ياخذك لهذه الصفحه اللي راح نعملها. راح ننزل نحول الى اللغه العربيه حتى تكون اسهل، لانه اللغه العربيه مدعومه هنا، فهنا العربيه الان تحول الى اللغه العربيه. راح نخرج الى الاعلى، وهنا مثل ما تشاهدون اصلاح مشاكل تتعلق بتسجيل الدخول. الان هذه الصفحه موجوده هنا، استرداد حسابك في حالة عدم الوصول إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول المسجل على الحساب. راح تدخل على هذا الخيار، راح يأخذك إلى استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول سبق أن استخدمت تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك. طبعا عندك خيارين، هذا الخيار الأول وهذا الخيار الثاني. راح تدخل على هذا الخيار، وراح هنا تدخل رقم الهاتف المحمول، و هنا تقدر أيضا تدخل عن طريق اسمك بالكامل اللي كان مسجل على الفيسبوك، وراح ياخذك الخطوات وراح يرجع لك الحساب. هذه الطريقة رسمية من شركة فيسبوك. أي طرق ثانية طبعا ممكن تضر حسابك وممكن ينقفل إلى النهاية. حاول أنه تدخل من هنا من هذه الصفحة وترجع حسابك. هذه الطريقة الوحيدة حاليا اللي موجودة من شركة فيسبوك. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديته. هذا الرابط راح يكون بصندوق الوصف. طلب لا تنسون الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.